الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. وصلنا معكم أيها الإخوة المؤمنون في سورة التوبة، يعني سورة براءة، إلى الآية 67 68 69 وما بعدها. سورة التوبة الآية 67 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وبأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. مرت الآيات على أحوال وصفات المنافقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومؤامراتهم ضد رسول الله، ضد المسلمين، تخلفهم عن الجهاد، تمردهم على أوامر الله، استهزاؤهم، ضحكهم، أكاذيبهم، أباطيلهم، تكلمنا عنها تقريبا أسبوع أو أكثر. تكلمنا عن أحوال المنافقين بمناسبة تخلفهم عن غزوة تبوك. القرآن الكريم ذكر عنهم وذكر وذكر. الآن حديثنا هذه الليلة، هاي الآيات اللي قرناها هذه الليلة، تعطينا خلاصة عن أحوال المنافقين في كل زمان. يعني الآن في زماننا ماكو منافقين؟ أسألكم إذا أردت أن تعرفهم، عندهم لبس معين من ملابسهم؟ لا، ما نعرفهم من ملابسهم ولا من أشكالهم ولا من لغتهم ولا من ألوانهم. نعرفهم هاي العلامات، سنقرأ العلامات، وأنا هم أيضا أذكر لكم علامات أخرى من باقي الآيات وباقي الروايات. بعدين الآيات اللي قرأناها سابقا قبل أسبوع 10 أيام، كل ليلة كل ليلة تذكر عن المنافقين. هالليلة أكو كلمة إضافية، وهي شنو؟ المنافقات. معناه شنو؟ معناه أن النفاق مو بس موجود بالرجال، بالنساء هم أكو منافقات، هذا معناته. كما أنه يوجد بالرجال منافقين، بالنساء هم أكو منافقات. بعدين يا إخواني، مسألة النفاق مرض خطير، ولذلك أنا أوصي نفسي
وأوصي كل فرد منكم إخواننا وأخواتنا، اسألوا الله سبحانه وتعالى واعملوا على الحذر من النفاق. مرض النفاق فد مرض جدا خطير، وإن المرض إذا بلش بالإنسان ما يتركه حتى يدخله النار وفي أسفل درك من الجحيم. استجيروا بالله. بعدين سوف نذكر إن شاء الله أنه هذا المرض منين يجي، أسباب حدوث مرض النفاق شنو هي. الآن اسمعوا لي فالإشارة سريعة، من أسباب حدوث النفاق في القلب بغض علي وآل محمد صلى الله عليه وسلم. مستحيل واحد يكره علي وآل البيت والأئمة عليهم السلام وعند إيمان، لأن روايات السنة والشيعة ومصادرهم معتبرة، قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا علي، لا يحبك إلا كل مؤمن ولا يبغضك إلا كل منافق. هسا أنتم الإخوان القاعدين الآن أمامي تسمعوني، أنتم من هالمشكلة خلصانين الحمد لله، ما فيكم واحد يبغض علي بن أبي طالب، كلكم من المحبين إن شاء الله، وهذه علامة أن إيمانكم إيمان صحيح، إيمان صحيح. بعض الروايات تقول أن المواظبة على استماع الغناء، الغنى غنى غنى وموسيقى، تعرفون الموسيقى والغنى، تسمعني، يقول الغناء ينبت النفاق، ينبت النفاق في القلب. لا إله إلا الله. أحيانا يقول يورث النفاق، يورث إلى معنى، ينبت إلى معنى، يورث يخلي النفاق بالقلب، ممكن يخليه، ممكن بعدين هم ينشال، لكن إذا نبت النفاق بعد ما ينشال. تسمعني، أحيانا الإنسان يعمل عمل إيمانه يتبدل بنفاق، يصير منافق، بعدين يستغفر يتوب يعمل عملا آخر، الله يزيل النفاق من قلبه. اسأل الله تعالى هم إذا بي في قلوبنا أثر من النفاق، الله سبحانه وتعالى يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. ما دام وصلنا لهنا خلوني أقول لكم، يروي شيخنا الصدوق في كتاب ثواب الأعمال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول قال: رفع الصوت، رفع الصوت بالصلاة علي يزيل النفاق من القلوب. هو الصلاة على محمد إلى ثواب وإلى درجات، لكن مرة تصلي عليه وأنت صوتك منخفض، مرة لا ترفع صوتك، من بركات رفع الصوت على محمد وآل محمد أن الله تعالى يزيل أثر، أي أثر للنفاق موجود بالقلب، هذا القلب يصبح طاهر ونظيف من النفاق. أكو هسه بعدين راح نقرأ، أكو بعض المنافقين يقول هذا مصاب بمرض النفاق، بعد هذا ما إلى علاج، حتى لو رفع صوته، حتى لو كل ما فعل، أي دكتور أي جراح أي مستشفى ما يعالجه. بعد كم آية راح نقرأ قدامك، بعد كم آية راح نقرأ، يقول: فأورثهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. يعني شنو، شنو معناته؟ يعني هذا النفاق بعد ما يروح إلى يوم يلقونه. هسه راح نقرأ بعد كم آية إن شاء الله. بنا الآية تقول: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض،
هذول كلهم رجالهم نسائهم فد قماش. تعرف فد قماش شلون؟ قماشهم واحد، وإلهم علامات وإلهم حالات وإلهم نعوذ بالله عادات سيئة. من عاداتهم هنا بهالآية يذكر خمس عادات. أولا يأمرون بالمنكر. الإسلام ماذا يريد من عندي وعندك؟ أن نأمر بيش؟ نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. المنافق لا، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. شيء طبيعي بعد، يشجع على المعاصي، يشجع على الغيبة. الغيبة مو منكر؟ الكذب، النميمة، السرقة والخيانة وهاي السوالف، هاي كلها معناته عمل المنافقين. الآن تسمعون أحوال لما تفتح أخبار تسمع سوالف داعش وتنظيم القاعدة وهذول اللي يسمون نفسهم أسماء جيش الحر والمعارضة، هاي كلهم أخلاقهم بالمئة مئة أخلاق المنافقين. لو مليون مرة يقول أنا مسلم، أبداً مو مسلم، منافق. نعم، وأول ضربة أنهم نفقوا أنهم يبغضون علي بن أبي طالب، ولذلك داعش وجيش النصرة وتنظيم القاعدة أعلنوا حتى في فضائياتهم في جرائدهم في إعلاناتهم أنه إمامنا يزيد، قالوا إمامنا يزيد وعدونا الحسين. هذا مسلم؟ هذا هذا. إذن العلامة الأولى يأمرون بيش؟ بالمنكر. علامة الثانية ينهون عن المعروف. عينوا بالقرآن وحدة وحدة. العلامة الثالثة ويقبضون أيديهم. إيده مو مفتوحة، الله يبن على يا باسط اليدين بالرحمة، يبسطها كيف يشاء. الإنسان الكريم المؤمن يده مبسوطة، ولكن المنافق يده شنو؟ مقبوضة، ممسك، بخيل. من علامات المنافقين أنهم بخلاء، لا يصل رحمة، لا يساعد الفقير، لا يشبع لبطن جائع، لا يسقي لعطشان، لا يكرم يتيم، لا يكرم أرملة. أصل رحم ماكو بقلبه، قلبه قاسي قاسي نعوذ بالله. يقبضون أيديهم. زين، بعد العلامة الرابعة، إذا عندك قرآن عين. العلامة الرابعة نسوا الله فنسيهم. هذول ناسين الله، هذول عملهم كله للعداوة، للسلطة، للوصول إلى الكراسي، لسبك الدماء، للفتنة، للشقاق، للنفاق. مو يم الله، كلما هم تذكر اسم الله أبداً مو يم، ناسين الله. وراها شنو عندكم؟ نسوا الله وراها شنو؟ اقروا فنسيهم. زين، هنا أنا أقفت نقطة لطيفة أدبية. عندكم فنسيهم بالفاء أو بالواو؟ ونسيهم، ها؟ شنو الفرق ما بين الفاء والواو؟ ليش الله ما قال نسوا الله ونسيهم؟ ليش قال فنسيهم؟ من يقدر يقول لي؟ لا لا، هاي الفاء يسموها فاء النتيجة، فاء التفريع، يعني نتيجة أنهم نسوا الله، النتيجة الله هم نسيهم. زين، بعد عندي سؤال آخر. الله سبحانه وتعالى يقول لا يضل ربي ولا ينسى. الله ينسى؟ وما كان ربك نسيا. الله مو نسي، يعني فنسيهم يعني شنو هذا؟ شلون نجمع بين قوله تعالى وما كان ربك نسيا وبين هالآية فنسيهم؟ المفسرين سنة وشيعة وأئمتنا عليهم السلام يقولون نسيهم مو الله ناسيهم،
الله يعاملهم معاملة الناس. ها يعني أرى سبيل المثال، على سبيل المثال أنت عندك واحد من قرائبك ابن عمك صار له 20 سنة لا يسلم عليك، لا يخابرك، لا يحكي وياك، ها معناته يعاملك معاملة شنو؟ معاملة الناسي. لما تشوفه تعاتبه ما تقول له يا فلان ليش ناسينه؟ ها هو مو ناسي، لكن لأنه في قلبه شيء يعاملك معاملة الناسي. الله سبحانه وتعالى يقول فنسيهم، الله مو ناسي، الله ما ينسى، ولكن الله يعاملهم معاملة الناسي. معاملة الناسي معناته شنو؟ يذبون بالنار بعض خلاص، يطردهم من رحمته. هاي كم علامة صارت؟ 4. زين بعد يقول عز وجل نسوا الله فنسيهم. العلامة الخامسة إن المنافقين هم الفاسقون. إذا إجاك فد واحد ظهره حلو، شفته يصلي ويزور يطبخ للحسين، لكن أردت أن تعرف هذا عادل أو فاسق، شلون تختبره؟ يقول إلي الفاسق 3 علامات. هاي العلامات لا تنسوها. العلامة الأولى الفاسق إذا حدث كذب، لما يتكلم يحدثك ما يحكي صدق، يحكي كذب. العلامة الثانية وإذا وعد أخلف، ما يلتزم بوعده، ما يلتزم، يقول لك بابا تعال باكر هاي الحاجة الدشداشة أخيط لك إياه أخذه، تروح لباكر لا ما سوون. نجار يقول لك بابا هاي الباب هاي الكرسي أصلح لك إياه، ورا يومين ورا 5 أيام، 5 أيام يصير بعد. هذا معناته شنو؟ أخلف الوعد. معناته هذا الخياط وهذا النجار فاسق. هاي علامة ثانية. العلامة الثالثة وإذا اؤتمن خان، إذا تخلي عنده أمانة، ها هاي الأمانة ما تأخذ عليها لا توقيع لا ورقة لا شهود، يقول لك هاي تفضل هاي 1,000,000 دينار وصلها، تروح للنجف تروح بغداد وصلها لفلان، ينزلها بجيبه. هذه معناته منافق. هاي 3 علامات. هاي العلامات الثلاث إذا شبتها في بقال فهو منافق، إذا شبتها في معمم فهو منافق، إذا شبتها في موظف فهو منافق، إذا شبتها في تاجر فهو منافق. علامات 3. المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، من الخيانة. ديروا بالكم يا أخوة، ترى المنافق خطير، مرض خطير، والله سبحانه وتعالى بالقيامة يعذب المنافق بعذاب أزيد من اليهودي وأزيد من النصراني وأزيد من عباد الأصنام. اليهودي والنصراني وبقية الكفار المشركين في جهنم، لكن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل. في الدرك الأسفل يعني شعب جهنم، آخر آخر في قعر النار. هذا عذاب أقل وأكثر. ليش عذاب أكثر؟ لأن ذنب أكبر، جريمته أكبر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هاي 5 علامات، وبعد أكو علامات وعلامات علامات بكثرة. منافق مثلا، المنافق ما يتوفق إلى صلاة الليل، المنافق ما يتوفق للمناجات مع الله، المنافق ما يتوفق لفهم القرآن للعمل بالقرآن. إذا يقرأ يقرأ قراءة شلالية، قراءة للرياء، رياءً
صلاة رياء، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. مكاء يعني تصفق، تصدية يعني صفر. هذا المنافقين علامات، عشرات العلامات عندهم المنافقين نعوذ بالله، كما أن المتقين هم عندهم عشرات علامات. وأمير المؤمنين عنده في نهج البلاغة خطبة في علامات المنافقين، خطبة في علامات المتقين، خطبة همام يذكر للمتقين 105 علامات، خطبة ثانية يذكر للمنافقين فوق 50 علامة. اسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق، نعوذ بالله. يا أخوان، أخو ناس يعيش 70 سنة يصلي يصوم، لكن عند الموت عند خروج الروح يموت منافقاً، إذا مات منافقاً دخل النار وفي أسفل درك من الجحيم. اسأل الله من شعب قلبك أن لا يبتلينا بمرض يورث النفاق. وويلا، يقول عز وجل زين، هاي علامات المنافقين، شوف الآية الوراها تقول الله شو يسوي بهم. يقول وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، وعدهم شنو؟ نار جهنم. إيش قد هم في نار جهنم؟ خالدين فيها. بعدين يقول هي حسبهم، انتبه أخوي، هي حسبهم يعني شنو؟ حسبهم يعني يكفيهم. ليش الله يقول يكفيهم؟ لعل قائلا يقول الله سبحانه وتعالى خلي عذبهم مثلا بالزلزال بالجذام يعمى عيونهم، يقول لا جهنم حسب، لأن كل البليات موجودة في جهنم بعد. اللي الله يذبه بالنار بعد نعوذ بالله، كل العلل والعذاب أنواع العذابات موجودة وين؟ بالنار. إذن تكفي لما يقول لك جهنم يعني ملايين العذابات موجودة بعد. نستجير بالله، هذا معنى هي حسبهم، ما يحتاج إذا دخل النار بعد كل أنواع العذاب يشوفها كافي. هي حسبهم. بعد شنو عندكم؟ ولعنهم الله. الله أكبر، لعنهم الله يعني شنو أصلا؟ لعن شنو معناته؟ معناته الله طرده من رحمته، مطرود من باب الله. الله أكبر، إذا واحد الله يطرده من بابه، لا حتى لو صلى صلاة مو صلاة الخاشعين، حتى لو قرأ قرآن ها ما يستفيد من القرآن. ليش ما يستفيد؟ لأن مطرود من باب الله. لا يتوفق للحج، لا يتوفق للعمرة، لا يتوفق لصلاة الأرحام، لا يتوفق للعبادة، لا يتوفق لعمل الخير، كل عمله للشيطان. إذا يصرف فلوس للشيطان، إذا يسلم للشيطان، إذا يروح يزور واحد للشيطان يزوره، مو لله. نسوا الله. حبيبي دير بالك لا يكون عملك في اليوم يكون عمل يشبه عمل المنافقين. كل عملك سوي لله، إذا سلمت على واحد لله، إذا هم كرهت واحد تكرهه لله، حبيت واحد حبه لله. حبك وبغضك وسلامك وزيارتك وعلاقاتك وقومتك قعدتك كلها اجعلها إلمن لله. لا تسوي شيء للأمور الدنيا، للطمع، للخوف، للكذا، كله لله. أحب فلان لأنه لله، أكره فلان لأنه عدو الله. نسوا الله فنسيهم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم. ولعنهم الله بعد فوق هذا، ولهم عذاب مقيم. مقيم يعني شنو؟ دائم يعني، يعني كل ما يتوسلون فد يوم اقطع منا العذاب، لا ساعة واحدة
خفف عن العذاب لأنه مقيم. دقيقة واحدة أبدا. لماذا؟ لأنه عذاب مقيم. حتى دقيقة واحدة الله ما يخفف عنهم العذاب، يوم واحد ما يخفف عنهم العذاب. الله أكبر، الله أكبر. إلهنا أجرنا من النفاق بحق محمد وآل محمد. زين، بعدين يقول الأمم السابقة، يعني أمة نوح، قوم عاد، قوم ثمود، الأقوام السابقة، هم كان بهم منافقين؟ يقول إيه، منافقين زماننا. لمن يشبهون؟ يقول يشبهون ذولاك. كل سوالف اللي قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، أهل النار، كل ذنوبهم، كل خطاياهم، كل أباطيلهم، كل أضاليلهم اللي ذولاك يعملونها، كانوا يعملونها منافقين في هذه الأمة، نفس الشيء سووها. خلي أقرأ لكم الآية. يقول كالذين من قبلهم، يعني كالمنافقين من قبلنا، من قبل الأمة الإسلامية، منافقين من قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم إبراهيم، هذول. يقول كالذين من قبلهم، ذولاك اللي كانوا قبلهم، نعم قبل، ها هناك كل كان ضمير غائب، لكن من يجي إلى هاي الآية ضمير الغائب يسوي ضمير الحاضر، يخاطبهم خطاب يوجه علما للمنافقين. ولذلك يقول من قبلكم، قبلكم قبل من؟ قبل المنافقين. زين، اسمع، الله يخاطب المنافقين، يقول كالذين من قبلكم كانوا ذولاك أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. منافقين مال زمن نوح، زمن موسى، زمن عيسى، هذول أموالهم أكثر، قوتهم أكثر، أولادهم أكثر. هذول إيش سووا؟ يقول استمتعوا بخلاقهم، نصيبهم من الدنيا، يعني نصيبهم من الأموال والأولاد استمتعوا بها، ما خلوا شيء منها للآخرة. لكن أنت المؤمن عندك مال، المال مالك، تصرف منه في سبيل أهلك، عائلتك، أولادك، والزايد تعطيه في سبيل الله. لكن المنافق في سبيل الله ما يقول منافقين هذا الزمان هم نفس الشيء، مثل ما ذولاك في سبيل الله ما كان عندهم، منافقين أمتنا أيضا في سبيل الله ما كل في سبيل الشيطان، في سبيل شهوته وأهوائه وآرائه الضالة. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، خلاقهم يعني نصيبهم من الدنيا، الدنيا كلها تونس، غير الونسة ما يبتهم شيء، بس ونسة، بس لذة. وهاي سبحان الله، احنا مدة عشنا في عالم الغرب، ها شفنا حالتهم هذول، يعني مثلا بالسبوع 6 أيام 5 أيام يشتغل دق، لكن يوم السبت والأحد عنده عطلة، هاي العطلة يروح كلها للرقص، للشرب، للزنا، لسوالف مكسرة. بابا شوية اقعد اذكر الله، اذكر الله شوية، عبادة أبدا، شلون عبادة؟ هاي الدنيا بعد ماكو وراها شيء، لازم تونس. هذا معنى قوله تعالى فاستمتعوا بخلاقهم، يعني حتى يوم العطلة، بابا بالليل خروح ارتاح، لا إلا للأربعة بعد نص الليل في حانات الخمر والملاهي والرقص والفحشاء والمبقات. هذا معناته منافقين هاي الأمة من نفس الشيء، نفس الحالة، كالمنافقين مال زمن عيسى وموسى وإبراهيم عاد وثمود. فاستمتعوا بخلاقهم، بعدين الله يخاطب يقول أنتم يا المنافقين مال هذا الزمان فاستمتعتم بخلاقكم،
كما استمتع الذين، يعني مثل ما اقتديتوا بذولاك. بابا احنا هذا في هاي الأمة احنا بمن لازم نقتدي؟ غير نقتدي بنبينا محمد، صلوا على محمد وعلى احنا لنا أسوة ان نقتدي بمن؟ بالمنافقين، بالشياطين، بمن نقتدي لازم غير بنبينا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة، هذول أسوتهم بالشياطين، بالفساق، بالفجار، بالعاصين، هذا معناته. كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وهذا الشاهد هنا، وخذتم كالذي خاضوا. خاضوا الخوض يعني الدخول في الفتنة وفي الفحشاء وفي الفساد، يعني كما ذولاك المنافقين في ذاك الزمان دخلوا في كل باب من أبواب الفحشاء والفساد والمعصية، أنتم منافقين هذه الأمة أيضا دخلتم هذا الباب. ولذلك أكو حديث في تفسير هاي الجملة، خذتم كالذي خاضوا. حبيبي افتح قلبك وصلي على محمد وآل محمد. أكو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفسر هاي الجملة، خذتم كالذي خاضوا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي نفسي بيده لتسيرن خلف الأمم قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم. قالوا: يا رسول الله، المن يعني ورا من نمشي؟ اليهود والنصارى. قال: نعم، يهود والنصارى. الآن هم مع الأسف الأمة الإسلامية حبطت أعمالهم في الدنيا، يعني بناء المساجد، بناء الأعمال الخيرية، أبدا في الدنيا. بعد شنو؟ وأولئك في الدنيا والآخرة، لا بالدنيا لهم ثواب لا بالآخرة، وأولئك هم خاسرون. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا الله، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا غياث المستغيثين، إلهنا بمحمد وآله الأطهار، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من الرياء ومن الغش ومن الكذب ومن الخيانة يا الله. اللهم اجعل إيماننا إيمانا صادقا، إيمانا كاملا. اللهم إنا نسألك إيمانا تحيي به قلوبنا، ثبت قلوبنا على دينك، أمتنا مسلمين وأحينا مسلمين وتوفنا صالحين. إلهنا بحق مولانا الحسين، فك رقابنا من النار، اجعلنا من أهل الجنة. اشف الحسين مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، وداوي جرحانا، اقض حوائجنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلهنا خلص عبادك المؤمنين من شر هؤلاء المنافقين، خاصة من الحكام المنافقين، هؤلاء الجبابرة الطواغيت، خلصنا من شرهم، رد شرهم إلى صدورهم. قوموا إخواني، ارفعوا الأصوات، وأخواتي، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.